بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قصة مثل، يعني احنا كنا ذكرنا بعض الأمثال وقصتها. مثل النهاردة مثل مشهور شوية، يقول لك المشايخ بياكلوها ولعة. هي بتتقال من باب ان المشايخ يعني حريفة، وان هم يعني ما يتخافش عليهم وكذا. وده طبعا جزء، يعني الاصل ان الاصل في الشيخ ان يكون مدردح، مش غشيم ولا عبيط يعني. ولذلك ان المثل التاني الاخر، اردي مسلسل ولا ولي عبيط. لا، الاصل ان المتدين ياخد من القرد المسلسل ذكائه ويبعد عن السلسلة، وياخد من الولي تدينه ويسيب عبطه. يعني مش لازم، وده اللي قال عنه سيدنا عمر الخطاب: لست بالخب ولا الخب يخدعني. يعني انا مش ساذج، ولا في ساذج يخدعني، ولا حد يخدعني، يعني لازم اكون واعي. فهي طلعت ان المشايخ ياكلوها ولعه كمثل على ذكاء المشايخ، او انما هي كان لها قصه غير خالص مع علاقه المشايخ بالذكاء من عدم الذكاء. القصه ان كان جامع الازهر مشهور بقى الاروقه والاماكن واماكن الدرس والعلم، ففيه فسحه راحه بين الدروس، فالمشايخ تطلع تاكل. ففي الشتاء دايما مشهور قوي في مصر بياع البطاطا، والمشايخ يعني تينيكين حبتين يعني في ال... او انيفين، يعني مش اي حاجه ياكلوها وقتها. شيخ الازهرين حفاظ على الهيبه والزي والدنيا والاكل، مش اي اكل. سيبكم اطلع بقى بتوع الفته والحاجات دي، ده قصه تانية. ده حينما يعني دخل المشيخه من لا يحسن علمها ولا اخلاقها ولا سلوكها. نحن نتكلم على الزمن الجميل اللي بيتقال كان على الازهريين يعني، او المشايخ الازهر. فكانوا لما يلاقوا البطاطا مش بارده ما مشروش من صاحب البياع البطاطا. فكان بياع البطاطا يظبط نفسه ومواعيده على قبل ما يطلع المشايخ، يطلعوا بالظبط يكون سخنه ولع. فكان لان خلاص اشتهر انه ما بياكلوش البارده ولا البيته ولا فاول ما يطلع ينادوا عليه يقول لك: يلا يا مشايخ، انا عارفكم ما بتاكلوهاش الا ولعه، او البطاطا يا مشايخ انا عارف ان انتوا بتاكلوها ولعه. فطلعت صارت مثلا ان المشايخ بياكلوها ولعه، يعني بياكلوها ايه؟ طازه، مش بياكلوها ولعه يعني المعنى السلبي اللي طلع عند الناس. فده قصه المثل ان المشايخ بياكلوها ولعه، الاصل على اكل بطاطا او الاكل اللي بيبقى طازه، ولكن مش مقصود ان هم يعني نصابين ام عاذ الله، يعني انا مقصود بان هم يعني بياكلوا الحاجه الطازه صعب، ان هم فيهم هذا الذكاء وهذا التصرف والحرص على الصحه، ليس الا هذا، والله اعلم.